ما زلنا بنتابع مع حضراتكم فقراتنا النهارده في كلام تاني، ويمكن الموضوع الخاص بالنفقه والحضانه والرؤيه هو من الموضوعات اللي طول الوقت المجتمع بيتناقش فيها، لكن دون ان نصل الى كلام تاني حقيقي يخلق معادله توافقيه تحفظ للجميع حقوقه وفي المقدمه الابناء اللي بيدفعوا ثمن كبير جدا لهذه الخلافات، وربما يسير الاب والام في صراع طويل بينهم وهم لا يدركون بأنهم بيأذوا أولادهم بهذه الصورة، لتأتي الأخبار في كثير من الأحيان صادمة لكنها كاشفة. بتحدث عن الخبر الأخير اللي أعلنت فيه أم أن بنتها انتحرت نتيجة الخلافات بينها وبين باباها ونتيجة الصراعات اللي موجودة بينهم في قاعات المحاكم، وأن ابنها الثاني بيعاني من بعض الأمراض النفسية. نحن نسعى إلى قانون حقيقي يحقق هذه العلاقة المتوازنة التي تحفظ للأبناء حقوقهم وتحفظ أيضا علاقة من التفاهم المشترك بين الطرفين بعد الانفصال. خلينا نرحب بضيوف الأعزاء في الاستوديو. الأستاذة منى جبلة عضو مجلس النواب، أهلا وسهلا يا فندم. ودكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب وصاحب مشروع القانون الوحيد الذي قدم أو تم دراسته والعمل عليه من أجل التعامل مع هذا الملف، أهلا وسهلا يا دكتور. وأيضا الأستاذ هشام وحيد مدير عام النفقة ببنك ناصر الاجتماعي، أهلا وسهلا. معنا طرفين أيضا لهذا الصراع، معنا الأستاذة سارة يحيى والأستاذة عليا علي، دول أعضاء حملة أريد حل. أهلا بحضرتك. أهلا. معنا كمان الأستاذ مصطفى السيد أبو رحيم والأستاذ أحمد صلاح أعضاء اتحاد رجال مصر ضد قانون الأسرة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. اسمحوا لي لأننا النهاردة هيكون ضيوف الأعزاء وكأنهم يحكمون أو يحكمون في ما ينشب من صراعات. الحقيقة قد أكون قاسية بعض الشيء إذا سمحتوا لي في البداية. نجد أن الصراعات بين الأب والأم اللي بينفصلوا بتبقى صراعات قاسية جدا، وكل منهم يفكر في الانتقام من الآخر دون أن يراعي أن هناك أبناء يدفعون ثمنا باهظا لما يحدث. هل أنتم مدركون لهذه المسألة؟ جدا جدا جدا. علشان كده احنا دايما بنطالب ان احنا نفصل الطفل بره الخلافات. الأب والأم يعني يا رب يفضلوا في المحاكم 10 سنين مع بعض، بس طلعوا طفل بره الموضوع. ده اللي احنا بندور عليه. يعني احنا عندنا في حملة أريد حلا 99% من المتضررين الأطفال. طبعا خطف أطفال، يعني الأب بيخطف الولاد علشان الأم ما تاخدش حقوقها وبيساوم في ده. أمهات في المحاكم بتاخد 150 جنيه و200 جنيه و300 جنيه، أنا منهم، أنا باخد 300 جنيه وما بدخلهمش، يعني محكوم لي ب 300 جنيه وما باخدهمش. قيسي على ده كتير بقى. اللي عندهم ولاد مرضى سكر وبيتعالجوا ومش عارفة إيه والنفقة 400 جنيه. اللي عندها ولاد في الكليات، كليات ثلاث أطفال كليات ومحكوم لها ب 350 جنيه لثلاث اطفال. طيب ما بنتكلمش ليه على الجانب الاخر يا استاذه ساره المتعلق بايذاء الطفل معنويا من حرمانه من طبعا. هو لازم اول حاجه تبقى يعني اهم حاجه مصلحه الطفل بالظبط في الرؤيه وفي النفقه وفي كل الاواضي، تبقى اهم حاجه مصلحه الولد. مزبوط. الحاجات دي ما بتحصلش. يعني ده ما بتحصلش، يعني المصلحه بتاعت الولد دي بتبقى اخر حاجه. تمام، هو بيعند ان هو خلاص انا مش هصرف على الولد لان هو مش عايش معايا وانت مش هتقدري تصرفي الدخل، لان هو طبعا هو عنده شركه خاصه فانا مستحيل اعرف اثبت الدخل. هو قدم يعني ان الدخل بتاعه 1200 جنيه، فيعني انا لغايه النهارده بقالي سنه ونص في المحاكم ما اتحكمنيش ولا مره بنفقه. اول مره اخذت حكم كان لم يكن، تاني مره رفعت استئناف ورفعت القضيه ما اتحكمش فيها. طب بتتعاملي يعني علاقه اولاد حضرتك بباباهم ايه؟ يعني هو ما بيجيش الرؤيه. هو كان الاول بيجي كام مره، وانا كان والدي الحمد لله بيوديه له في الميعاد وما فيش اي خلافات ولا اي حاجه. كويس. وكان بيقول للولد يعرفوا ان حضرتك رفع قضيه على باباهم؟ هو ولد واحد وهو عنده سنه ونص فهو لسه مش مدرك الحمد اصلا. الحمد لله. لا بس هيعرف. يعني انا بنتي اربع سنين، انا عندي بنوته واحده اربع سنين، انا منفصله من قبل الولاده. تمام، فهي ما تعرفش باباها، فانا للاسف الشديد عرفتها بالصور وال طب هو ما بيطلبش الحاجات يا فندم؟ لا هو ما بيطلبش، انا اللي بطلب. يعني انا هو قدام الناس كلها انا اللي بتحايل عليه. كويس. وانا اللي بتواصل مع اهل باباها وبكلم عمها ارجوك لو سمحت تعالى شوف البنت. كويس. باخد ميعاد واثنين وثلاثه واربعه وعشره، وهو رافع قضيه رؤيه، حتى الرؤيه ما نفذهاش. يعني هو حتى الرؤيه ما بيفكرش ينفذها. بس كويس انك بتنتهجي هذا بس النهاية. هقول لحضرتك حاجه، ده اثر على البنت نفسيا. طبعا. ان انا ربطت البنت بوهم.
يعني هي البنت ارتبطت بوهم بصور بدات تشوفه احنا بالمناسبه قرايب فبنتقابل في مناسبات عامه فبتبتدي تقول ايه ده مش ده بابا طب هو فين في مقابل ان انا بجيب لعب وبجيب حاجات حلوه وكل حاجه علشان بابا بيجيب برافو. فده اذى البنت نفسيا ده مش حاجه كويسه على فكره يعني انا المفروض انا لو كنت بعمل كده وشايفه استجابه من الطرف التاني لا انا بالفعل بتواصل يعني انا بتواصل مع اخوه معاه هو يعني صعب التواصل رغم ان انا يعني حاولت ده كذا مره بس بتواصل مع اخوه وكلمته وبنتكلم في التليفون وبتاع اخرنا مع بعض مكالمات طب البنت عايزه تشوف كائنات حقيقيه قدامها طيب يعني. فكره ان لما الزوجه تنفصل عن الزوج يبدا يفكر في ايه الحاجه اللي تنغص عليها عيشتها فيقول لك مش هديها فلوس بالظبط انا دماغك في الحيط طب استنى بس انا يعني بحاول اوريها كل طرف بمشاكل الطرف الاخر يعني مش يوم سلطينك يا استاذ خليفه مع ان هو المشكله يعني لا ما هي مشكله ما احنا عندنا برضه ستات هو مش هيأذيها هي يعني انا في الاول انتوا نماذج ممكن تكون كويسه لكن في نماذج ثانيه من الستات بتنكد العيشه وتعقد الولاد وباباكوا رماكوا وسابكوا لا والله انا بقول بابا مسافر عشان ما يقولش بابا فين بيطلع هو شيطان يعني بيطلع الاب ده شيطان طيب هكلمه مساله الالتزام الادبي تجاه اولادك بانك تدي لهم نفقتهم ما انت مش في الاخر خلفت عشان تبنيهم وتسيبهم لامهم وانت متصور انك كده بتعاقبهم انت بتعاقب ولادك حضرتك بتتكلم على فئه صغيره جدا اللي بيعمل الكلام ده اولا احنا لازم نتكلم على القانون بشكل واسع وبشكل مفتوح عشان الناس كلها تعرف القانون ده هل هو ظالم للست ولا ظالم للراجل احنا في الحاله بتاعتنا بنقول ان القانون ده ظالم ومقحف للرجل القائم ولا اللي لسه يتعمل لا القانون الحالي اللي احنا موجودين عليه تمام بالنسبه للنفقه انا يعني اتصور ان النفقه ديت انعمل عليها تضليل للراي العام بشكل جامد جدا من قبل فئات معينه من المجتمع بتحاول توصل صوره معينه للمجتمع ان الست ديت مقهوره في النفقات وان الست ديت ما بتاخدش نفقه بعد سنه ونص والست ديت ما بتاخدش نفقه بعد لا حضرتك قانون الست بتقدر تحصل على النفقه بمحضر الجلسه تاخد منه صيغه تنفيذيه بنفقه مؤقته من اول جلسه تحضر قدام رئيس المحكمه تقول له لو سمحت انا عايز نفقه مؤقته لبنتي تاخد صوره من محضر الجلسه عليها صيغه تنفيذيه مفيش الكلام ده لو سمحتوا بس اكمل الكلام ما بيحصلش ليه اولا المحامي او في بعض المحامين بيستفيدين من الموضوع ده طبعا ليه بقى ده انت بتروح تدفع فلوس المحامي وتدفع بالالافات ومش عايز تدي نفقه طب ما تدي احسن في الفلوس دي اللي بتدفعه ده اكمل كلام حضرتك اكمل الصوره عشان اصح عشان بس اشرح الصوره كامله انا مش عايزه لا اتحامل على الرجال ولا على النساء انا بس عايز اسيب يعني اخد مساحتي عشان اعرف اتكلم ومحدش يلخبط افكاري لا اتفضل فدلوقتي المحامي لما حد بيروح مثلا بعض المحامين بيعمل ايه عشان يستفيد من النفقه ما بيطلبش نفقه مؤقته لان القاضي بيدي نفقه اللي هو حد الكفاف للطفل بحيث ان هو عبال ما يحكمهم القاضي ما يعرفش هو دخل الاب ده قد ايه عشان يحكم له هل يحكم ب 1000 جنيه 500 جنيه 300 جنيه القاضي ما يعرفش دخله قد ايه فبيحكم بنفقه مؤقته تعيش الطفل ده فتره لحد ما الام اللي هي كام يا فندم 300 جنيه على حسب القاضي ما ديت سلطه تقدير القاضي مش احنا اللي بنتكلم فيها القاضي اللي بيتكلم فيه ده لو الام طلبتها لكن المحامي بتاع الخصم ما بيطلبش الكلام ده بالعكس المحامي بيبقى عندها دعوه نفقه مثلا فيها كل النفقات لان هم 8 انواع نفقات المحامي بيعمل ايه؟ يقول لا انا هفرض لك كل نفقه لوحدها، يعني نفقه ماكل وملبس لوحدها تمام اجور لوحدها كويس مصروفات الدراسيه لوحدها، مصروفات علاج لوحدها ليه؟ الاجمالي كام يا فندم؟ الاجمالي كام؟ لو اقل حاجه يعني اقل قضيه القاضي بيحكم في النفقه بالذات في حاجه اسمها حد الكفاف، كم. يعني لو الاب ما فيش اي دخل بالنسبه له بيخش له بيشوف الطفل ده مستواه الاجتماعي اللي هو عايش فيه قد ايه؟ ويفرض له نفقه زيه زي الطفل اللي عايش في نفس المستوى الاجتماعي بتاعه كام يا فندم يعني سمع. انا ما لوحدك دي نفقه دي سلطه تقديريه للقاضي مش انا اللي بتدخل فيه يعني لو واحد بياخد 300 جنيه وتبقى نفقه مؤقته لا يعني في الحياه اللي يعني انا بس سيبك من القاضي كمان اتفضل انا عايز افهم يعني حضرتك ممكن تنام يعني مش حضرتك يعني كشخص اي اب يعني يروح ينام كده بالليل وهو عارف ان ابنه ده ما اكلش وما شربش لا يا فندم حضرتك برضه فاهم الصوره غلط اقول لحضرتك ليه انا شفت حالات لا اقول لحضرتك ليه انا بعرض يعني انا طليقتي مثلا عايزه مني 1000 جنيه نفقه وانا اقول انا ما قدرتي ادفع 500 جنيه اختلفنا انا عايز ادفع 500 جنيه لا المحكمه لما تحكم يبقى ادفع 500 جنيه بحكم المحكمه ليه طيب ليه انا عايز ادفع يقول لك لا القاضي عادل القاضي هو اللي بيحكم وكمان لما تاخد حكم النفقه لو الاب ما دفعش تقدر تنكل بيه ترفع دعوه متجمد نفقه وتعمل له حبس وبعد ما ياخد 30 يوم حبس ترفع دعوه ثانيه طب يعني اللي ما بيدفعش النفقه ده مراته تاكل خلينا نسمع وجهه نظرها تاكل وتشرب الاولاد منين تاكل وتشرب الولاد منين؟ انا بس كنت عايز اسال بس الاستاذه سؤال اه اتفضل عايز اعرف بس القضيه بتاعت حضرتك خدت قد ايه في المحاكم؟
يعني هي بقى لها سنه ونص. ابن حضرتك عنده قد ايه؟ عنده سنه وثلاث شهور. سنه وثلاث شهور، يعني انت حضرتك من وهو عنده شهرين وحضرتك بتقولي انت مطلقه بعد قد ايه من جوازك؟ انا ما اتطلقتش. ما اتطلقتش. انا كل ده لسه كل ده في المحاكم، كل حاجه بتتاجل وفي اجازات كتير. طب بس سيبنا من الحلقه، يعني حاجه عايز اقول ايه؟ انا بس بتكلم في حته العند، ان الراجل بيكون ماشي بمنتهى الود والحب في بيته مع اولاده مع زوجته. يعني قياس مطلق يعني؟ طبعا طبعا. ايه اللي بيخلي الراجل النهارده، ايه اللي بيخلي الراجل النهارده يلد مع الست؟ ان هي بتجري على طول على المحاكم، اول حاجه عندها بتجري على المحكمه عشان او اقرب عندها باب الاسم، باب المحكمه اقرب من باب الجامع بالبلدي، تمام. فاللي بيخلي الراجل ان هو عمره ما دخل محكمه، عمره ما دخل اسم، بس لا مراته مدخلها محكمه ومدخلها اسم، هيعمل ايه؟ طب اجري كملي، وفي الاخر كده كده هيدفع، يعني كده كده هيدفع، بس هو بيعلمها الادب عشان خاطر بعد كده ما تمشيش. انت كده بتعلم ولادك الادب. اهدوا كده، اهدوا، صلوا على النبي. هو الحمد لله ما يقدرش يعلمني الادب. ثانيه واحده، يعني حضرتك معتقد في هذه الرحله الجميله دي الجهنميه دي ان هو بيعلمها هي الادب؟ مفيش فاتوره ولادك هتدفعها؟ تمام، كل حاجه في حاجه اسمها اللي هي المتاخر كله، متجمد النفع، متجمد النفع هيدفع، هيدفع، بس هي ايه اللي خلاها تيجي؟ من تاريخ ولادها لما يكبروا، يعني ولادها لما يكبروا هيقولوا لها انت عملت بابا ايه؟ دخلتي اسمي ليه؟ دخلتي معاها ليه؟ ولادها لما يكبروا مش هيسالوا بابا كان فين؟ بابا ده مش المفروض يوفر اكل وشرب وملبس ومدرسه ورعايه نفسيه؟ ما هو من ايه؟ من ايه؟ من السجن؟ من القانون. انا مالي انت حضرتك؟ لا اله الا الله، خلاص حبصوا مع بعض، خلصوا مشاكلكم مع بعض. الطفل ده ملوش ذنب. بالظبط، ملوش ذنب. يا فندم اللي بيحصل ان يعني حضرتك بتعاقب ابنك؟ لا انا مش بعاقب ابني. امال بتعاقب ابني؟ انا مش بعاقب ابني. خليني بس عشان ابقى حكم عدل، سواء الام اللي بتعمل كده او الاب اللي بيعمل كده، في النهايه انتوا بتعاقبوا. اذا كان ضميركم يرتضي هذا الامر فانتوا حرين، لكن لازم يبقى في قانون يتصدى لهذا الامر. خلينا بس نبدا بدكتور محمد فؤاد. دكتور، انتوا حضراتكم انتبهتوا لهذا الامر، ويمكن حزب الوقت بقى له فتره شغال في هذا الموضوع. ممكن حضرتك تقول لي مشروع القانون اللي حضراتكم قدمتوه وفي ملامح رئيسيه لهذا القانون، كيف يمكن ان يكون حكما عدلا بين هؤلاء؟ طبعا خلينا نتفق على بعض مبادئ رئيسيه بعد كده ندخل في صلب الموضوع. طب. المبدا الرئيسي الاساسي اللي هو اللي حضرتك تفضلتي فيه بالاول، ان احنا يجب ان نراعي المصلحه الفضله للطفل. لان ده المشكله التي تحدث دائما، ان الطفل بيتم جرجرته في صراع يجب ان يكون قرنتها بواقعه الطلاق، لكن هذا ما لا يحدث. فيصبح الطفل اداه لصراع مستمر. وده بيأثر بشكل مباشر على نفسية الطفل وما إلى خلافه، مش هندخل في هذا الموضوع أكثر من كده. يمكن النقطة الأولانية. النقطة الثانية هي الخاصة بضرورة الإنفاق ووجود الإنفاق بشكل مناسب. يعني احنا اتكلمنا الموضوع الحلقة، يمكن من أحد نقاط الضعف الموجودة في القانون الحالي إن هي بتخلي سلطة تقدير النفقة سلطة جزافية مطلقة. يعني هي يعني غير مرتبطه بدخل، يعني ممكن وبتحدث يعني ان ممكن ان يحكم بمبلغ على بنفس المظهر بنفس الشكل بمبلغ، ويحكم مبلغ ثاني خالص امام دائره اخرى. ما هو في التلاعب فيها دكتور، يعني بيروح للقاضي اوراق مضروبه، اوراق يعني من ناحيتين يا فندم، من ناحيتين ماشي، من ناحيتين كلام سليم. فده بالنسبه للجزء الخاص بالنفقه. ارجع بس برضو حاجه ثالثه برضو عشان نثبت بيها الموضوع. الموضوع برضو حله مرتبط بحاجتين، فيما هناك الشق الاجرائي والشق الموضوعي. عشان ما اخشش في قانون الاحوال الشخصيه، بس انا اقول كلمه واحده بس، ان انت عايز احنا عايزين قانون احوال شخصيه كامل. يعني نتكلم في المجلس، اتكلمنا عن موضوع محكمه الاسره لوحده، ونعمل قانون النفقه لوحده، وقانون الرؤيه لوحده. لازم قانون اسره كامل. يعني يجب ان يتم نسف قانون الاحوال الشخصيه الحالي، وان يكون هناك قانون مبني على المصلحه الفضله. انا عايزه كمان يبقى هناك الحق للاب واسرته في رؤيه الابناء رؤيه عادله وبتحقق الاشباع العاطفي للاطفال وللاب. ده امر يعني دي عشان بس دي يبقى قاعده. ده امر مفروغ منه. وزي ما بتقول معايا النيابه كده، ان تكون مبنيه على مبادئ رئيسيه. ندخل على الجزء الخاص بالنفقه تحديدا. يمكن ده اللي كنت اتكلمت فيه حتى مع الاعداد قبل البرنامج، ان مشكله النفقه ان ال كم المشاكل اللي فيها مشاكل اجرائيه بالاساس. يعني احنا نيجي نتكلم على موضوع مثلا، يعني لو يعني الجزء الخاص بالاستضافه او الاصطحاب، ده شق موضوعي، ده تغيير في فلسفه القانون من ان 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 الاصل، يعني القانون اللي احنا بنقترحه ان الاصل هو الاصطحاب وليس الرؤيه. يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو مشروع قانون الوفد. ان الولاد يقعدوا مع باباهم، ممكن يباتوا معاه او يقيموا معاه. بالظبط بالظبط. فده هو الاصل في الموضوع، مجرد ان يشوفهم ساعتين ويمشي. فده تعديل جوهري. مشكلتنا بقى في حته النفقه تحديدا، ان هي النفقه لها
اشكاليه اجرائيه بحته. وطبعا احنا هنا نستفيد باستاذنا وجوده هنا معانا بالنسبه للموضوع بتاع بنك مصر اللي هو ضلع اصيل جدا في 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 هذه في في, في هذه المشكله. لان طبقا للناس ما تتكلم 65% من مشاكل النفقات تقريبا هي لها علاقه بالاجراء، يعني علاقه بالتطبيق العملي وتنفيذ الاحكام، ومنها طبعا ايه المشكله المتعلقه ببنك مصر. احنا الجزء اللي بنتكلم فيه كمعالجه لهذا الموضوع داخل مشروع القانون اللي بيقدمه حزب الوفد هي ان احنا نخرج بره بوتقه التقدير الجزافي المطلق الى نسب معينه من الدخل. ده من اول حاجه. ثاني حاجه ربط هي الانفاق بالرؤيه. يعني لا انا ماشي انا مع حضرتك في ده، دي قاعده عادله، بس خليني اروح الاول. يعني ايه نسب؟ ما هي نسب يعني زيها زي يعني ما حلتش حاجه حضرتك. احنا عندنا اشكاليه اصلا. الموضوع تقدير، جزافي، انت بتمثل امام القاضي، ممكن يقول لك والله ده يدفع كذا، مش هيحط نسبه، ده هيحط مبلغ، هيحط مبلغ لك 300 جنيه، يحكم ب 300، يحكم ب 500، يحكم ب 400. حضرتك قصدك لان فكره الدخل نسبه من الدخل مش قيمه بالظبط. مش قيمه مقطوعه. يعني القانون الحالي معظم الاحكام بتكون بقيمه مقطوعه. احنا القاعده الثانيه مهمه جدا، ربط الرؤيه بالانفاق. ان هو يجب ان يكون تصرف عليه. بالظبط. يعني انت عشان تشوف لازم تصرف. طبعا في بعض الناس، يعني خلي بالك عملنا حوار مجتمعي كبير حول الموضوع، في بعض الناس بتتضرر من هذا الامر، لكن احنا شايفين ان هو لابد ان يكون هناك ربط. لك افرض انا دلوقتي الدخل بتاعي بقى على قدي، طب انا لو عندي مشكله في الاخر هتبقى سلطه تقديريه. لو انت في بالفعل امام مشكله ولا يعني ما انتش ممكن ربط يتعثر في اي وقت، يعني هنتكلم في هذه القصه. لكن لكن انا انحرمت من مالي، يعني انا دلوقتي اتعثرت في سداد النفقه، يبقى انا اتحرمت من مالي ومن ان انا اشوف ابني كمان. فيعني طب هو ابن حضرتك لو قاعد معاك في البيت هيعمل ايه بالظبط؟ يعني هو ده السؤال. خلينا بس نسمع. لو ابني قاعد معايا في البيت انا هصرف عليه، لكن انا اتعثرت هيتحمل معايا النفقه سواء كانت انا معسر او موسر، ابني هيتحمل معايا الشك ده. انما الابن القانون بيفترض ان الاب دائما يبقى موسر. هو قال لك من دخلك، حسب دخلك، ممكن دخلك النهارده 10 تمام، بكره زيرو تمام. طب نفرض ان هو عاجز حضرتك، يعني مثلا في اب عاجز نعمل ايه بقى؟ ما نفرض ان في اب عاجز بالنسبه للقانون اللي بيقوله الدكتور، يعني طليقتك تصرف على اولادك، يعني مش القصد، مش قصدي طليقتي، يعني دكتور محمد، دكتور يعني محمد بيقول لحضرتك هنربط الرؤيه بالنفقه. احنا اللي بنسال دلوقتي، يعني مش عارف حصل مثلا مفاجاه، مثلا مش عارف طلع دخل، ما عندوش دخل، مش هشوف ابنه. لا دي بتبقى حاله، معلش يعني دي حاله مختلفه. عايز تماما خلينا نسال، يعني عايز اتكلم في العموم. الاستثناء ده له امور. المشكله الاساسيه عشان بس برضه، يعني عشان برضه انا مبسوط ان الناس بتوع بنك مصر موجودين معانا، ان احنا المشكله الاساسيه بالفعل جايه من التطبيق التنفيذ. يعني احنا بنرى ان التنفيذ من خلال بنك مصر هو احد اكبر المعوقات لذلك، لان هو عنده مشكله في صرف المبالغ، عنده مشكله في صرف المتجمدات. اللائحه الخاصه بالقانون نفسه بتعمل لنا العديد من المشاكل. فاحنا عندنا هنا مشكله اجرائيه. فانا اخشى ما اخشاه ان لو اعتمدنا على قانون الاحوال الشخصيه بس او تعديله في حته عشان نعدل حته نفقات، هنصطدم ببنك مصر كعقبه اساسيه. انا اسمح لي يعني في 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 تنفيذ احكام في تنفيذ احكام. طب بنسمع وجهه نظر بنك مصر يا فندم. احنا بنك مصر اجتماعي بعيد عن كل هذه المشاكل. احنا بيبدا دورنا بعد صدور الحكم ويتحدد المبلغ، احنا بيجي دورنا. يعني احنا ما بنتدخلش في اي دور في اي وقت من الاوقات دي. دلوقتي المستحقه او المدعيه بترجع للمحكمه تطلب نفقه ايا كان نوع النفقه، بيصدر لها حكم، بيجيب لنا الحكم المزال بالصيغه التنفيذيه، تقدم بيه البنك المصري، بنصرف على طول. كان الحكم اكتر من 500 جنيه بعد اذنك. ما يا فندم حته 500 جنيه يعني لو النفقه 700 جنيه هي الفكره. بس هو انتوا واقفين عند حد معين 500 جنيه؟ ما يا فندم عشان نوضح النقطه دي بس، احنا النهارده عندنا حد اقصى للصرف. احنا بنك ناصر هو جهه صرف استثنائيه وليس الاساس. المدعيه او المدعيه او المستحقه من حقها انها ترجع عن المدعي للقانون. يعني البنك ناصر بيسدد النفقه مؤقتا لحين ما يرجع على الاب. لا يعني ما انا بقول لحضرتك احنا وسيط مش لحين يا فندم. يكون 5000 جنيه هتاخد برضه هم ال 500 بترجع بدائع متجمد. نوضح ليه بس؟ طب نوضح ليه؟ احنا يا فندم النهارده بنك ناصر هو بيقوم بدور الوسيط، ان هو بيحل محل زي ما حضرتك قلت المنفذ ضده، وبيحق كنوع من حمايه الدوله للاطفال دول. هو بنك ناصر الاجتماعي هو كفيل للاسره اللي بيتخلى عن عائلها ويتركها دون نفقه او منفق. طيب احنا النهارده عاوزين زي ما حضرتك بتقولوا، عاوزين نصرف المبلغ كله في احكام زي ما الاستاذ قال 5000 جنيه. طيب احنا عاوزين نوسع قاعده التكافل الاجتماعي، نخدم اكبر عدد من الاسر. لو احنا فعلا صرفنا كل الاحكام، احنا في موارد معينه احنا محكمين بيها.
لو وقفت او خلصت الموارد دي احنا وقفنا عن الصرف. فاحنا بنحاول نوسع قاعده التكافؤ الحد الادنى يعني. الحد الادنى اللي هو 500 جنيه بالعكس احنا بنسعى في كل المراحل ان احنا نحصل من المدين كامل المبلغ وبناخد حزمه من الاجراءات كبيره جدا ان احنا نرجع عليه. هل في صيغه ممكن اللي فكره اقتراض يعني ان هو يعمل قرض ليسدد به هذه النفقه؟ بيحصل يا فندم ودي من احدى السبل اللي احنا اقترحناها. محمد ممكن تكون احد ادوات الحل. اه طبعا طبعا وحصل يا فندم وماشيين عليها فعلا بالفعل. اي مدين ما عندوش القدره احنا عندنا ثلاث فئات او ثلاث انواع. في مدين زي ما الاساتذه قالوا هو العند بيخليه مش عاوز يدفع لكنه قادر وفي طبعا اللي هو غير قادر وفي اللي هو بيتهرب والاطفال هم الضحيه يعني. فاحنا البنك ناصر محدد المبلغ ده اللي هو 500 جنيه علشان يقدر برضو الاسره ما يبقاش فيه طبعا ما فيش دخل خالص وفي نفس الوقت هو بيرجع على المدين وبيحاول يحصل منه كامل المبلغ وبيسدده للمستحق. يعني احنا قدامنا مساله الحد الادنى يمكن التعامل معها بمساله قرض يلتزم بسداده المدين ده ويبدا يقسطه بس المهم يمكن ان يكون الباب مفتوح للحصول على النفقه كامل او هو يبقى عنده القابليه ان هو يجي ياخد القرض. ما احنا اصل ده مش اجباري هو يجي ان النهارده انا ما عنديش القدره ممكن اخد قرض في شروط للموضوع ده بتستوفي فيه شروط هو موافق بس هنا تعتمد على الاراده الحره. لا هو ممكن يكون مش عايز ده اصلا ما هو مش عشان كده يا فندم انا النهارده بس يا فندم انا النهارده العدد المستحقين عندي 305000 305000 عندي مستحق بنفذ 185000 حكم. الحد الادنى اللي هو او الحد الاقصى 185000 حكم عندي 185000 حكم بيتصرف ودلوقتي بقى تصرف عن طريق الموبايل دفع دلوقتي ده لسه كمان ما بقول لحضرتك ده احنا عملنا سبل كتير قوي جدا بعد اذن حضرتك هو دوت في حاله اللي هو لا هو ده ال 500 في حاله ان الزوج ما يكونش له يعني جهه عمل معلوم يعني مش مهم جهات العمل انا عندي جهات العمل نسبه ما تتعداش 23% اللي انا اعرف له مكان لكن باقي النسبه انا ما اعرفش عنه حاجه ايوه لان انا ما بيجيليش وبيتهرب والمباحث والتحريات وبيتهرب يا فندم تلاعب كبير جدا وده برضو اللي احنا عايزين ناخد بيه بالنا في القانون من جهه الزوجه من جهه الزوجه برضو هكمل بس مع بنك ناصر لان مهم جدا ان احنا حصلنا على واحد من بنك ناصر يجي يتكلمنا لانه في اجحاف للمطلقات من جهه بنك ناصر. انا اعرف انه بنك ناصر في صندوق الاسره اللي بياخد عليه رسوم في الطلاق وفي الزواج والحاجات كده دخلكم طبعا يا فندم هو مش كبير ما مش كبير يا فندم والعدد قد ايه انا دخلي قد ايه والعدد قد ايه 500 جنيه للمطلقه تعمل ايه برضو يا فندم هو طبعا انا عايزه برضو اوكل الولد اللي عندها ده هي عشان تاخد مصاريف مدرسه ترفع قضيه طلاق دعوه نفقه دي عشان مش عارفه تحول ايه بترفع قضيه نفقه اصلا راجع يعني هو دور المشروع على فكره بتاع الدكتور محمد فؤاد بيحاول ان هو يجمع كل هذه البنود في مش كده يا دكتور انا فاكره ان المحور ده تحديدا بيحاولوا يجمعوه بس واقف معانا بنك ناصر احنا يا فندم بنك ناصر اصل بنك ناصر بيتعامل يا استاذ حضرتك مع فئه معينه من لم يستدل يعني دي نسبتها كام من اجمالي بيتعامل مع كل الفئات كل الفئات اللي بيدفع واللي ما بيدفعش واحنا زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا موارد زي ما حضرتك بتقولي أيوة الموارد دي قد ايه انا بصرف 46 مليون جنيه في الشهر 46 مليون جنيه شهريا ومفيش اي دخل يعني مفيش اي يعني منفذ ضده لا يا فندم ده حاجه وده حاجه طيب ده صندوق الاسره مختلف عن الشركات الشهريه خلينا نتناقش في النقطه دي لانها تفصيليه بس اسمحوا لنا ناخد ايمن من القاهره وهرجع لحضرتك يا فندم عشان انا عايز اسال حضرتك في محور مهم جدا استاذ ايمن اتفضل يا استاذ ايمن ايوه يا استاذ ايمن مساء الخير الو استاذه زينه مساء الخير أي مساء النور اتفضلي يا فندم دلوقتي انا كنت برضو في المشكله ديت بقالي 8 سنين كان بيشتغل في هو بيشتغل في احدى البنوك الخاصه الكبيره وهو بياخد 10000 طلع لي ان هو جالي الورق ان هو بياخد 2500 دلوقتي البنت في مدرسه خاصه بعت لي ورق ان هو غير المحامي بتاعك لازم يكون عندك محامي شاطر هو بيشتغل في البنك خاص حضرتك انا المحاميين حضرتك عارفه اللفه بتاعتهم والدوخه بتاعتهم طيب يا استاذه دين استاذه رانيا اتفضلي يا استاذه رانيا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله حضرتك رانيا هيك المحاميه اتفضلي يا استاذه رانيا اهلا بحضرتك هو بالنسبه لموضوع النفقه ده هو اللي بيتظلم فيه هي المطلقه اكتر بكتير اصلا من الاب والاسباب الواهيه اللي هم عاملين بيقولوها دي فهي اللي بيحصل الحاصل اصلا من اساس شرعا اصلا
الزواج شرع لمن استطاع منكم الباقه فليتزوج. كون ان هو الاب مش قادر على الانفاق فدي مسؤوليته، مش الام هي اللي هتقعد، يعني مش الام هي اللي هتقعد تجري بابنها يعني هي هتقعد تربي ولا هتقعد تدور على مصدر رزق، ولا هي الام المطلوب منها ايه بالظبط غير ان هي حاضن للطفل وان هي تراعيه. المفروض كل الكلام اللي احنا بنقوله في الاب بدخل 500 جنيه الاب ما عندوش مصدر رزق. لا ده انا عايزه كمان اتكلم في بعد كمان يا استاذه رانيا، مش بس فكره توفير المال للانفاق، اين مشاركه الاب في التربيه في القيام بالعنايه؟ دي مسؤوليه على فكره لا يمكن يعني التهاون امامها، ما تبقاش المساله ماديه بس يا جماعه. هي طيب الموضوع مش انا بتكلم في الجزء الخاص بالنفقه، مش ان انا بتكلم ان هو دوره بس انا بتكلم في حاجه غير. مش حاجه غير يا جماعه، مش حاجه غير. النفقه في اساسيات، في اساسيات معينه للطفل لازم الاب هو يتحملها، الاب هو المنوط بيه الانفاق، الام هي المنوط بيها الحضانه، هي لازم تكون هي متفرغه للحضانه بس. صح. يعني الاب بقى ايتم، يعني الاب بقى مثلا بنك كده بيدفع فلوس وخلاص، ما يشوفش ابنه، ما يساعدش في تربيته، ما يقعدش معاه 3 ايام اكله وتشربه، دي اساسيات الحياه. يعني هو الاب مجرد ان هو بنك بيصرف فلوس يا استاذ. الحاله المعنويه للطفل اهم، الاكل والشرب اهم. الحاله المعنويه لما يطلع طفل مريض نفسيا المجتمع هيعمل ايه؟ يا جماعه اهدوا بس، عشان هي المساله ما فيش حاجه اسمها اهم من حاجه، الاكل والشرب والمدارس ومصاريف المدارس مهمه، لكن ايضا السلامه النفسيه للطفل. ما ممكن ابنك ياكل ويشرب ويبقى كويس قوي ونفسيته متدمره. انا بقى الحالتين هتبقى متدمره. طيب شكرا يا استاذه رانيا، بس بعتذر عشان الوقت. معانا احمد من الشرقيه، اتفضل يا استاذ احمد. الو. اتفضل. الو. ايوه يا استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. انا اسمي بليغ مش احمد. طب اتفضل يا استاذ بليغ. الوقت انا الله يخليك، الوقت انا متجوز بقى لي حوالي 12 سنه. وظهر ان مراتي لها ظروف على قدها بالنسبه لمصالح بيتها وحياتها الزوجيه. وكل ما بتغضب بروح لاهلي عشان اجيبهم اقول لهم دي شجره خضراء اعدلوها معايا، يقول لي لا هي اذا كان عاجبك طلقها. يا ناس احنا عايزين نعيش وعايزين نربي عيالنا، طلقها. دماغها على قدها، حرقاله عيل من زوره، جيت اشتكي معاها وازعق لها كلمتين مفيش ضرب. غضبت اجيبها مش عارف اجيبها. حرقت دراع العيل الثاني من دراعه وظاهر الحرق جامد. حرقته يعني ايه يا فندم؟ حرقته يعني ايه؟ نعم. حرقته ازاي؟ لمؤاخذه احنا ناس ارزاقيه على قدنا في ريف، ففي حله بطاطس وبيض على في الميه على البابور. العيل بقول له ماما اوف يعني جعان لسه ما بعرفش يتكلم. يروح منحور عليها زقاه يقوم نازل في دراعه في قلب حله الميه السخنه. اتسلخ وجريت ده على الدكاتره وتعبت. المهم هي دماغها على قد، وقبل كده كان هتموت لي طفل من عند الجيران. ويجوا يعملوا قعده وقلت لهم عشان خاطر مراتي على قدها سامحوني معلش عشان خاطر، وقعدت اتاسف الى ابعد الحدود. يعني على قدها بتعاني مثلا من امراض نفسيه ولا عقليه ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم. والله يا اختي انا ما انا عارفه، والله يا استاذه انا مش عارف، بس انا بقول ايه، انا بعالج مطبطها وبعيش وياها وخلاص. اهلها هيقولوا هي كده اذا كان عاجبك عاجبك ومش عاجبك طلقها. طب لما انا بس يعني هما مش شايفين ولادكم اللي متبهدلين دول يعني؟ طيب هي الوقت رميهم ليه؟ انا خدتهم وديتها في نفس اليوم، هي غضبانه الوقت من نص شهر 10، عيل في سنه رابعه ابتدائي وعيل عنده 5 سنين. خدتهم وديتهم في نفس اليوم، جخلهم رماهم عند الجامع في البلد اللي انا ساكن فيها، هما من الدهليه وانا قاعد في الشرقيه. رماهم عند الجامع وقال لهم روحوا لابوكم من غير ما يسلمهم في ايدي ولا يديلهم ولا يديهم لجار ان يوصلوني او يتصل بيا بالتليفون. فجت المغرب لقيت عياله قدامي يا اولاد كتابكم، قالوا خاله جابنا عند الجامع وقال لنا روح، ولو ابوكوا جاب كلنا تاني هنوديكوا للشرطه. طب خلي بالك من ولادك يا حاج دلوقتي، خلي بالك من ولادك دول اهم حاجه دلوقتي، سيبك منها وركز مع ولادك دلوقتي. بغسل لهم وبطبخ لهم وبعمل لهم كل حاجه، والحمد لله مش هقدر ان انا اهمل في عيالي. هي مش عارفه قيمه النعمه اللي ربنا اداها لها، خلي بالك من ولادك. معانا مين يا جماعه؟ مأساة والله. محمد من أسيوط اتفضل يا أستاذ محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي أنا ممكن أعرض مشكلتي ببساطة كده في دقيقة واحدة. اتفضل. أنا حضرتك كنت متزوج وأنا موظف، وزوجتي السابقة كانت موظفة. ومعانا ولدين، فإحنا الاثنين كنا بنشارك في مصاريف البيت. فجأة حصلت مشاكل وطلبت الطلاق واتطلقت. فأصبح علي أنا كامل العبء في مصاريف المدارس
في طبعا رفع قضيه نفقات متعدده ما بين اطفال ونفقه متعه ونفقه عده واجر مسكن واجر حضانه ومصاريف مدرسه، فاصبحت انا مرتبي كله بدفعه لطليقتي ولاولادي وما عنديش مصدر رزق ثاني. يعني خالتي بيت يعني معاناه شديده، بغض النظر طبعا ان انا ما بشوفش اولادي بقالي سنتين، وبيت الرؤيه طبعا دي مهزله بتحصل في اماكن الرؤيه، بشوف اولادي مره او مرتين لا او ثلاثه لا، اهلي والدي والدتي اخواتي ما بيشوفوش اولادي تمام. اصبح العبء المادي كله على المطلق بغض النظر. طيب واضحه الفكره، واضحه الفكره. استاذه رضوى من القاهره، استاذه انصاف اتفضلي يا استاذه رضوى. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا اتفضلي استاذه رضوى. دي بقى مأساة. لو سمحتي انا بس عندي حاله وعايزه اتكلم مع حضرتك فيها وارجو تسمعوني. اتفضلي. انا دلوقتي عندي طفلتين توأم، لما يبقى النفقه بتاعتهم 200 جنيه لكل بنت، يعني البنتين 400 جنيه، انهي حاله نفسيه دي اللي بتتكلموا عليها؟ ان يبقى عندها يبقى بنتي عند نفسها في احتياجات قد كده، ان 400 جنيه مش كافيين. نفقت ايه؟ في ظل ان انا مش هعرف اشتغل ان هم توأم عندهم. نفقت ايه يا استاذه رضوى؟ نفقت ايه؟ نفقت نفقه اللي هي بتاعت الاكل نفقه شهريه، ماكل ومشرب و... طب وبيت النفقات اللي هي العاديه النفقه الطبيعيه، انا مش بتكلم على الاحتياجات. طب نفقه المسكن والملاء والحضانه اللي هي نفقه الاكل والشرب معايا حتى الورق انا بعته للمعد بتاع حضرتك. النفقه 200 جنيه مكتوبين 200 جنيه لكل بنت، يعني البنتين 400 جنيه، في ظن ان الاب بيقبض 10,000 جنيه وبعت له مفردات المرتب ده 10,000 جنيه. كل ده يعني ابهات بس بقى حضرتك على كده غلابه. ما بقاش عارفه اسمع. اتفضلي. عشان بس يعني ردوا عليا بعد ما هقفل معاكم مفيش مشكله. بس دلوقتي احنا بتتكلموا عن حاله نفسيه للطفل والاستضافه هتحسن من مستوى الطفل، مفيش عندي اي مشكله. رجعوا الاولاد اللي اتخطفت. احنا دلوقتي في وقت ما يسمحش ان الشرطه هتنزل تدور لي على ابني لما يتخطف ولا بنتي لما هتتخطف، وما تقوليليش ان الاب ما بيخطفش وما بيساومش لانه همه مصلحه العيال. لو همه مصلحه العيال حضرتك ما كانش الاب يدفع 100 جنيه و200 جنيه. انا واحده من الناس اللي مش بحكي عن حاله ثانيه، انا بحكي عن نفسي اهوت، يعني انا كمان في نفس ظل الظروف ديت انا موجوده فيها. لما بنتي بتبقى بتاخد 200 جنيه في الشهر وناقصها كل شيء، كل شيء ناقصها، ما انت اكيد عايشه حضرتك في الدنيا وعارفه ان 200 جنيه دول ولا يكفوا اي حتى الحلويات بتاعتهم ما تكفيش ال 200 جنيه، هل ده ما بيأثرش على حالتها النفسيه اكتر من انها تشوف الاب؟ انا عندي لو الاب بيسوي مش هيدخلها محاكم حضرتك، مش هيخليها تشوف لقمه عيشها في تجري ورا لقمه عيشها او انا اجري ورا لقمه عيش بناتي في المحاكم، الاب السوي حضرتك ما يدخلش ولاده يشحتوا لقمه عيشهم في المحاكم. ما تقوليليش ان الحاله النفسيه بتاعت الطفل هتتحسن لمجرد ان الاب يشوفها او هي تشوف الاب، لكن مش هيأثر فيها خالص ان الاب ما يدفعش فلوس، مش هيأثر فيها، ازاي؟ ما هي في وسط مجتمع، راحت الحضانه، راحت المدرسه، راحت ازاي هتقدر ازاي مثلا اقول لها ما معيش هجيب لك، معيش هجيب لك، معيش هجيب لك، معيش هجيب لك، مقدره مشاعرك، انا مقدره مشاعرك والله يا استاذ رضوى، واكيد اي ام او اي اب يعني ابنه يطلب منه حاجه ومش قادر يجيبها دي بتسبب الم كبير، فانا معاكي تماما. وتربيه الاولاد صعبه. انا ممكن بس ارد عليها من ناحيه المسؤوليات. هاخد استاذ رياض واخد تعليقات. اتفضل يا استاذ رياض. فندم بالنسبه انا بقالي دلوقتي 10 سنين بعيد عن زوجتي وبدفع النفقه كل شهر ومش عارفين نطلق، احنا كمسيحيين ما تشوفوا لنا قرار نطلق علشان انا عايز اتجوز ودي مش نافعه، اعمل ايه؟ هذول ما اسال واحده، المسيحيين دول ما اسال واحده، والله ما اسال واحده. طيب يا فندم انت عندك اولاد؟ عندي واد وبنت. يعني الحمد لله اموركم مستقره مع مامتهم وبتحلوا المشاكل كويس؟ زي الفل، وهم معاها الاثنين. وبيجيبوا لنا بيقعدوا معانا وكل حاجه والله. طيب. يعني ما فيش اي حاجه بيننا وبينها الا يعني حكايه ان احنا عايزين نتطلق. طيب يا فندم شكرا يا فندم. وليد من القاهره اتفضل يا استاذ وليد. مساء الخير يا استاذ رشا ومساء الخير لكل ضيوف حضرتك. مساء الخير اتفضل. دلوقتي كل الامهات هم بيتكلموا عن موضوع النفقه والنفقه قليله والكلام ده كله. خلينا نتفق ان احنا كلنا دلوقتي قاعدين عشان مصلحه الطفل. صح. هدفنا الاساسي هو مصلحه الطفل. صح. هل مصلحة الطفل يا استاذ رشا ان هو يعيش ويتربى بعيد عن اهله؟ بعيد عن الاب؟ ما بيشاركش في تربيته؟ هل حضرتك تعرفي ان قلة النفقات اللي بيشتكوا من النفقات ان الاب لو خد ابنه يومين في الاسبوع هيوفر ثلث الشهر مش بالنفقة؟ ولادنا بتموت ما بتشوفش احفادها عندنا ما بتشوفش اولاد عم اخوها. معايا حضرتك؟ معايا حضرتك؟ بالنسبة لسن الحضانة احنا قبل سنة 85 كان سن الحضانة 7 سنين ولد
وتسع سنين البنت بدون تأخير. ومن 85 ل 2005 بقى 10 و 12 بدون تأخير. من 2005 أصبح السن 15 سنة ويخار الطفل. هل إحنا الأول كنا كفار ودلوقتي بقينا مسلمين؟ لا طبعاً. فسن الحضانة الشرعي 7 سنين ولا 9 سنين البنت إحنا بنطالب بيه. وده اللي قال عليه لو السن ده لو السن ده دلوقتي طيب واضحه الفكره يا استاذ رياض بس عشان الوقت استاذ محمود من هنا اتفضل يا استاذ محمود عليكم عليكم السلام الو السلام عليكم عليكم السلام يا فندم والله يا استاذ رشا هو الموضوع باختصار شديد الاعتماد على التحريات بتاعه المركز بيعتمدوا على المخبر ودي مشكله كبيره المفروض الرئيس المباحث يعتمد يجيب العمدي ويشوف التحريات بتاعت الناس دي بالظبط لانه في ناس بتضيع في الموضوع ده خالص المفروض يبقى في اعتماد رسمي المخبر يعني ما فيش داعي للكلام احنا على الهوا دلوقتي ممكن يعمل اي حاجه وتضيع الست ويضيع الاطفال يا استاذ محمود والله كان بيتكلم في النقطه دي بشكرك يا استاذ محمود نخلي بس الاتصالات تنتظر فكره يا جماعه ثانيه واحده بس عشان الضيوف في الاستوديو علقوا ما احنا المشاكل طبعا شبه بعضها استاذه منى فكره التحريات الاعتماد على التحريات الخاصه بالمباحث بيتم التلاعب فيها للطرفين للطرفين سواء للمراه او للرجل ده صحيح وده احنا بنتكلم عليه حتى في ظل القانون اللي كان طرحه الوفد انه هيبقى عايزين شرطه متخصصه للاسره فاهمه كل الالاعيب اللي بتتم وبالتالي احنا موافقين على انا موافقه عن نفسي عن انشاء شرطه متخصصه للمحاكم الاسره يبقى منوط بيها بقى تحريات يبقى منوط بيها يا فندم ده يفرق تنفيذ. في ايه يعني يا فكره كيانات جديده يعني يفرق كتير يا فندم في ايه هقول لحضرتك انه انا دلوقتي هنا يحصل هنا لا المباحث دلوقتي انا بامين الشرطه دوت معلش لكل قاعده استثناء يعني لو قلنا هروح اديله 50 جنيه ولا 100 جنيه ولا 200 جنيه طب والموظف ما هو اذا كان انا بس مش بدافع عن امين الشرطه الفساد لو فساد هيبقى في اي حاجه مش فاهم يعني الشرطه انا بقول ايه يا استاذه انا بقول ايه بقول يا جماعه خلي بالكم اي فساد بيحصل دوت بيضر بمصلحه الطفل لانك انت لما بتقرر له العقل غايب يا استاذه منى العقل غايب هي دي المشكله يعني احنا بعد في ظل اولا القانون اللي احنا بنتكلم عنه في وجود القانون الحالي سواء نفقه سواء رؤيه سواء لابد من تعديله لمصلحه الابناء اولا المهم المشروعات القانونيه زي المشروع المطروح من الدكتور محمد فؤاد يحصل نوع من التوافق المجتمعي عليه لان الناس دول يا دكتور ضد القانون اللي حضرتك عامله او ضد مشروع القانون لا 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 ضد القانون الحالي ضد القانون الدكتور عامله هل انت سمعت على مشروع قانون طبعا احنا قريناه كله طبعا طبعا مرحبين طبعا الاستاذه سهير الحادي كان برضه طرحه حكايه الاستحاب او الاستضافه وقالت بالظبط الماده 20 لا يومين مشروع متكامل بقى ما هو ده مشروع وهي داخله برضه قالت يومين وقالت يومين في الاسبوع وخمس ايام والكلام ده ليه قالت لانه الاب محتاج يغرس في اولاده القيم والمبادئ فلابد ان اديله فسحه من الوقت انه يقعد ويربي اولاده في نظير ان يكون قائم يعني في معايير للاب اللي يكون كده المقابل المقابل بالظبط ان يكون تم يعني كل المقابل لا يا فندم معلش لا معلش معلش عقوبه يا فندم ما كل الامهات ما مثلا بالسنه والسنتين يا فندم طيب انا في حاجه اسمها معادله اسمها الحقوق والواجبات بالظبط مش المقابل معلش معلش يا فندم هو الحقوق والواجبات بص يا فندم الواجب بقى عليك انك تعمل ايه هيبقى في معايير لكده انه حكايه الامهات المرعوبه من خطف الابناء في عقوبه على الاب اللي هيقوم بكده يعني عقوبه صريحه وهتحط على يعني اجراءات بعد الاجراءات اللي قانون الاستضافه في تعهدات لقانون الاستضافه بعد اذن حضراتكم لو كان القانون دلوقتي بيتنفذ كان هيبقى قانون بعد الاستضافه هيتنفذ القانون واحد والتنفيذ واحد لو القانون دلوقتي بيجيب الولاد اللي مخطوفه من ابوها مفيش حاجه اسمها خطف بعد اذنك بس بعد اذنك مفيش اب بيخطف انا عندي في الحمله انا بنتي مخطوفه انا بنتي لا ما شفتهاش انا بنتي مخطوفه ولا مش مخطوفه حضانه امها بطلع انا عملت انذارات عرض انا باجي من باجي من منوفيل المعادي بعمل انذار عرض انا بعمل انذار عرض اسمعيني انا هقول لحضرتك هو بيتكلم على ان بنته مخطوفه بنته في حضانه امها لا مش حضانه يعني ايه حضانه امها يعني حضانه امها تمنعها من ابوها لا 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 اب ما يعرفش مراحل بنته وعندها سنتين لا انا بسال انت بتدفع النفقه ايوه بدفع نفقه طب ما بتشوفش بنتك ليه لانها متعنته انها توريني البنت طب ما هو ده مش حقها طالما بتاخد النفقه حرام يعني وتزوجت تمام وبنتي عايشه عنده ضوابط لمنع الرؤيه القانون هيدي ان هي الحضانه انا عندي بس نقطه بالزبط. صغيره بتكلم القانون القانون يقول ان انا بس عايز دي واحده حضرتك ابين فيها المفاتيح الشرعيه للقانون ليه مش الحضانه معقد الطرف الحاضن حاله عن تنفيذه ايه ده عشان ندير النقاش رفعت ضغط الحضانه مش هيفرق ايه ده كده عشان هنسمع وجهه نظر
الدكتور محمد في القانون هو مقدمه في نقطه مهمه جدا. طيب انا عايزه بس اسال استاذ محمد. انا هخليكي تسالي بس هاخد بس التليفونات المنتظره عشان حرام يبقوا على الخط. اتفضل استاذ مدحت. اتفضل يا استاذ مدحت. الو. اتفضل يا استاذ مدحت. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اتفضل. على ضيوفك الكرام. اتفضل يا فندم. لو سمحت بس انا محتاج دقيقتين اتنين من وقت حضرتك وما تقاطعنيش. وانا عايز الستات اللي هم مؤيدين لوجهه نظرهم هم اللي يقولوا رايهم في اللي انا هقوله. طب بس سريعا. طب اوكي يا فندم. على فكره انا باحث في مكان سياسي جدا في مصر والصغير في اخواتي رئيس محكمه. انا اتجوزت 10 شهور ابني سميته على اسم ابويا. بعد كده نزل اتعمل شهاده ميلاد ثانيه مزوره اتاخدت مني كل حاجه قيمتي ودنيتي بدفع نفقه شهريه كل مستحقاتهم. ابني عنده 3 سنين دلوقتي ما شفتوش. اتاخدت مني كل فلوسي اكتر من 500,000 جنيه وعشان بسميه على اسم بابايا سميته عاصم. اللي مطلوب ان انا الغي الاسم يا اما كل يوم يتعمل محضر ويتعمل شكوى ومش هتشوف ابنك. طب ازاي اصلا انتوا رابطين الرؤيه تسجل ولادها من غير الاب؟ ازاي هي راحت غيرت الاسم؟ مسجله انا بنتي متسجله من غير ابوها. طيب يا استاذ مدحت. طيب يا استاذ مدحت. ثانيه واحده. اتفضل يا استاذ مدحت. لو سمحت بس اكمل عشان الناس دي. انا عايز بلد في العالم كلها مسلمه مسيحيه يهوديه تطبق القانون اللي في مصر. انتوا رابطين الرؤيه في العالم كله زي قانون مصر للاسف. انتوا رابطين لو سمحت بس انتوا رابطين الرؤيه والاستضافه بالمصروف او بان انا انفق. طيب انا هنفق وهدفع كل اللي مطلوب مني واحنا موافقين ما يشوفش عياله غير اللي بيصرف عليهم. طب لو دفعت وما جاليش. على فكره عندك حق. ده سؤال مهم. ده سؤال مهم. دي نفس الحاله اللي عندنا هنساله يا استاذ مدحت. انا بعتذر عشان الوقت. استاذ احمد من القاهره. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. والله بس انا هعرض بس رايي في اقل من نص دقيقه بس ارجوك ما حدش يقاطعني ارجوكم. طب اتفضل. والله انا مشكلتي طبعا زي الاستاذ القاعدين فانا ليه ما ظهرتش هذه المشاكل قبل سنه 2000؟ اللي حصل يا فندم ان القانون ياما تعدل بعدنا عن شرع الله. سن الحضانه كان 7 سنين وتسع سنين للبنت. 7 سنين للولد وتسع سنين للبنت. ظهرت هذه المشاكل وظهرت هذه المشكلات الاجتماعيه الفادحه الكارثيه. ارجوكم كل اجتماعاتكم دي كل برامجكم حلها واحد فقط. مش عاوزين قانون جديد. عاوزين بند واحد بس في القانون يتعدل هو سن الحضانه يرجع لشرع الله. الدوله اليهوديه اسرائيل عندها سن الحضانه للولد 6 سنين وللبنت 9 سنين. الحضانه يتغير هيشوفوا على عيالهم ايه العلاقه يا جماعه؟ طيب شكرا يا فندم. معانا مين يا جماعه؟ معانا مين يا جماعه؟ الو. طيب انا هدي الفرصه للدكتور محمد فؤاد. لا لا انا ما يعني يا جماعه عشان بس ضيوف يتكلموا. انا عارفه والله مقدره كل الاتصالات. استاذه انتصار اتفضلي. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. في الاول انا برحب بيكي يا استاذه رشا وحضرتك وكل اللي موجودين معاكي. بس انا عندي سؤال واحد بس. اتفضلي. دلوقتي انا عايزه اعرف لو واحده ست بعد 20 سنه مش لاقيه ما معهاش اب وما معهاش اخ وما معهاش اي سند ليها في الدنيا ومعاها 4 اولاد وجوزها متعند في دفع النفقه ومقتدر ومعاه، المفروض تعمل ايه؟ تعمل دعوى حبس. هتحجز عليه وتبيع امواله وتاخد حقها منه. حضرتك انا بقالي 8 شهور 9 شهور دلوقتي من شهر 4 لغايه دلوقتي ما خدتش جنيه من جوزي ومعايا 4 اولاد وهو متزوج وعايش في بيت تاني. شوف القانون هيحلها ازاي. شكرا يا استاذه انتصار. استاذ هيثم من القاهره اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. برحب بحضرتك استاذه رشا وكل ضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. بس بالله عليك هستاذنك بس انا عايز بس برضه نص دقيقه من غير ما حد اتفضل يا فندم. ما حدش يقطعك. انا هعمل الشعار. ما حدش يقطعك. ماشي اتفضل يا فندم. بالله عليك بس كل الستات اللي حضرتك متحفظين جدا على قصه الرؤيه ويقول لك لا الرؤيه صح. انا واحد من الناس تمام رفعت قضيه رؤيه سنتين ونص طليقتي ما بتحضرش تمام. حد يقول لي ايه الضمانه اللي خليها كانت تحضر؟ طب انا رحت وعملت محاضر ورحت رفعت على القاضي كل ده ابني ما شفتوش سنتين ونص من بعد الطلاق. هل ده يرضي ربنا؟ هل ده الشرع؟ طب واضحه الفكره يا استاذ هاني. اهدوا بقى على حضراتكم. انا مش القاضي بيسكت حضانه. احنا عرفنا المشاكل كلها. انت بتسمعوا بس نشوف بس هنحلها ازاي. اتفضل يا دكتور هنحل ده ازاي؟ واحده واحده تمام. احنا دلوقتي عندي مشكله انا شخصيا. اللي بيدفع النفقه ده ما بيشوفش ولاده ليه؟ عشان ما بيدفعش ملزم. ما فيش قانون ملزم يخلي الام تخلي بس. ما هو الراجل ده بيعمل قانون عشان ايه؟ طب القانون حكم بالرؤيه ولسه ما فيش اي حاجه في النفقه. طب ثانيه مش اصلا النفقه. طب نسمع الراجل يمكن عنده كلام. احنا عندنا هنا اشكاليه كبيره. هي اشكاليه الانفاذ. بمعنى ايه؟ زي ما بيتكلم الاخ المحترم بيجي من المنوفيه للمعادي كل اسبوع عشان يشوف ويتعذر الرؤيه. روح اعمل محضر بقى. روح اثبت حاله. روح اخبط دماغك في الحيط. سنتين يا فندم ما شفتش ما اعرفش ملامحها عامله ازاي. فلا يوجد هناك امر للانفاذ. هنا احنا بنتكلم على ضوابط اساسيه.
انا مش عايز عشان اسرد الضوابط انا مش هفرق بين الرؤيه والاستضافه او الاصطحاب لان الاصل في القانون عندنا هو الاصطحاب وليس الرؤيه عشان بس نتكلم كلام سليم كويس. فاحنا بنتكلم اول ضابط هو الحكم على الطرف غير الحاضن حال عدم تسليم الطفل وفقا للموعد المحدد كويس. اوكي وضع الطفل وعشان الناس اللي خايفه الطفل يتخطف ويجري دي وضع الطفل على قوائم منع السفر وعدم سفره الا بموافقه الطرفين موافقه الطرفين تمام. طب وماذا لو اخده في البلد جوه البلد ياخد حكم حبس على طول؟ طيب حكم حبس القانون الحالي لا معلش انا عايز اسال حضرتك بقى سؤال واضح وصريح. اتفضلي يا فندم. القانون الحالي بيحكم لو الطفل مش موجود والام بتعمل قرار من النائب العام لتسليم الطفل وقيس بقى حالات قد كده ومعاها احكام مش عارفه تجيب ولادها لحد دلوقتي. دي اول نقطه. ثاني نقطه في قانون الاصطحاب اللي حضرتك بتقول عليه فرضنا ان الطفل كبير سن 12 سنه 13 سنه 10 سنين فاهم وعاقل ورافض يروح للاب في الاستضافه. هل انا دلوقتي كأم عشان ما اتحبسش والولد يتاخد مني اشد الولد من شعره لا اروح لبابا بالعافيه؟ حضرتك هتعمل ايه بقى في الحاله دي؟ هو مش هيروح لبابا ليه؟ بناء على ايه؟ ارد ارد لا لا بناء على كلام بناء على كلام الست اللي بتقطع عليه لا 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 خلينا مع الاجابات في نفس الحاله من غير اجابات اتفضل. مفيش داعي نخلي النفسيات تدخل ما بيننا تمام؟ في القانون اللي احنا كاتبينه بنقول ان ايه؟ كذلك وضع القانون الذي يضمن للقاضي الحق في اختيار المصلحة الفضلة لحضانة الصغير. فإذا تعذر الأمر كما تقولين بيصطحب الطرفين والقاضي بيقابل له السلطة التقديرية. احنا طبعا مغيرين في موضوع احنا في القانون بتاعنا مغيرين في موضوع ترتيب الحضانه. لا ترتيب الحضانه في القانون الحالي ده كارثه كبيره جدا يعني. الاب رقم 16 وبالذات مش مننا احنا لا لا هو مخالف للشريعه الاسلاميه مخالف للشريعه اللي احنا طب ما نسمع الدكتور ايه طب خلينا ناخد مثال مثلا انا مش عايز اتطرق الموضوع انا عايز اخلي الحلقه في نطاقها عن موضوع النفقات عشان اصل لو تبحرنا في قانون الاحوال الشخصيه مش النقطه دي مهمه نقطه ترتيب الحضانه طبعا كارثيه. تعال ناخد مثال صارخ فلنقل ان هناك اب ترمل انا دلوقتي فرجل رجل متزوج ومراته اوتوماتيكلي يتخذ الطفل لو كان في بيني وبين اهل مراتي ما هماش كانوا موافقين كان في مشكله لكن انا فاهم عشت مع زوجتي في حب وخلفنا طفل وكل حاجه توفت يقوم واخدين الطفل يروح لام الام طب ده 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 ده, ده فين بالظبط ده خلاص انا كده انا حكمت عليه باليتم من ناحيتين ده نص القانون الحالي وعندك حقه ايه يا دكتور في القانون لا انت عايز اول حاجه انا بدي القاضي سلطه تقديريه عشان المشكله حاجه بتقول الحاج المشكله بتقول عليها دي بعد كده نتكلم على الحضانه يعني حاجة بتفتح النطاق للقاضي طب. هو اللي يقدر طب فانا ال 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 انا بخليه يقارن ما بين الاب وام الام ثم ام الاب بعد كده من يدلي بقى من الاب وعلى من يدلي من الام يعني حضرتك هتدخل الطفل للمحكمه برضو مفيش مشكله لو حضرتك طبعا ثانيه واحده اذا كان حضرتك بتكلمي يا فندم ان الطفل اصلا رافض ونفسيته مش عايز يروح طب مين اللي يفصل طب ما ثانيه واحده هقول لحضرتك امهات بتدخل اولادهم مين اللي فصل ده لا 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 انا خايف من كلام حضرتك انا ما هو الطفل في كل الاحوال غير سوي نفسيا في كل الحاجات اللي بتتكلم فيها حتى لو الاب والام متعاملين مع بعض الطفل غير سوي حضرتك بتقول هنربط الاستضافه بالنفقه الاب بيدفع كل الفلوس طيب الاب المحترم الرجل وليس الذكر اللي من البدايه بيصرف يعني الرجل وليس لا لا في فرق بين يعني الرجل والذكر لا لا يعني الرجل كويس 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 يعني جاوز انا عايز اعرف يعني ايه الرجل وليس الذكر انا فاهم حضرتك الاب الملتزم الاب الملتزم الرجل المحترم الملتزم اللي من الاول بعد اذن لو سمحت والله يبقى استنى بس هو الرجال اللي بتعترض عليهم الاستاذه ليه هنا يا فندم لحظه واحده يا استاذ حضرتك انا ما بوجهتش الكلام ده انا بتكلم على الرجل استاذ الرجل ده جنسي اسمها ايه حضرتك رجل زعلت ليه رجال يعني رجال ذكر يعني ايه رجل يعني ايه ذكر يا استاذ بص اصل احنا مش هنقف على بعض هي يعني تقصد لو سمحت يا فندم هو تقصد ايه الاب المحترم لتعهداته والتزامات اللي بيصرف هو القران قال الذكور على الذكور قوامون على النساء ولا الرجال قوامون على النساء ثانيه واحده بس بعد اذنك الرجال فاحنا الكلمه اللي هي بتقولها احنا بنتشرف ان احنا رجاله الحمد لله ان احنا رجاله انا ما جيتش جنب حضرتك بالظبط انا عايز اقول لك حاجه هي القوامه دي تعني انك انت راجل ولا لا اصل هي المقصد من الكلمه دكتور محمد انتوا هتتشبثوا اتفضل ف
فاني جزئيه تحديدا؟ لا بص انا هقول لحضرتك يعني انا كلامي كيف احنا على الذكر والرجال فانا عايز اخش عايزين نطبق الاستضافه ونربط الاستضافه بالنفقات على عيني وراسي. ما يكونش الست اتمرمطت اربع خمس ست سنين في المحكمه وتيجي في الاخر عشان تطبق الاستضافه تقول له تعالى ادفع بقى الفلوس اللي عليك واستضيف. طب السنين اللي عدت من عمر الام والطفل دي في المحاكم، لكن لو احنا هنطبقها من الاول من اول خالص، الاب من البدايه بيصرف من اول يوم للانفصال. قال لها تعالي طلعي الولاد بره الموضوع، انا هصرف على اولادي اكل وشرب ولبس ومدارس وكل حاجه، وانا وانتي هنكمل قضايا. تمام؟ طب ده حق له حق للسعيد. عايز اتفق على حاجه بس اصل هي بتتكلم فيه دي فلسفه اساسيه. الحاجه تتكلمي فيه ده بيفترض ان خلي بالك اللي عندهمش مشكله ما بيروحوش محاكم اصلا. ما احنا طالما ما دول بقى يبقوا محتاجين قانون استضافه اصلا. ما دول مش محتاجين حاجه خالص. لا دول عايشين مع بعض ما عندهمش مشكله. مشكلتنا معلش مع القعده اللي احنا قاعدينها دي والترفات اللي بتجينا، وهو السواد الاعظم اللي هم محتاجين قانون يحكم بينهم في حته ان احنا اصل وعشان دخلني محكمه. ما هو الاساس في الموضوع ان احنا دخلنا مع بعض. يعني حضرتك قلت لي ان زي حاله الاستاذ اللي موجود معانا لو بيدفع نفقه يبقى لازم وجوبا يشوف ولاده ومش يشوفهم روح وتسقط الحضانه وتسقط الحضانه اصلا عن الطرف الحاضر. عندي نقطه عامله قلق شديد جدا، مساله ان لو الام اتجوزت لا ما تعيش مع راجل غريب، بنتي ما تعيش مع راجل غريب. ايوه طبعا ما تعيش مع راجل غريب لو مع راجل غريب ما انا موجود. طب استنوا بس استنوا. لا ده هنا لا مش هتعيش في ست غريبه على فكره. طبعا لا تعيش مع راجل غريب ولا ست غريبه. طيب ما هو ده اللي انا بتكلم فيه يعني، ولا تعيش مع زوج ام ولا مع مشروع ايه؟ لا دي يعني لا دي اشكاليه دي اشكاليه لا تسقط الحضانه في اللي احنا في اللي احنا مقدمينه، لان دي برضو اشكاليه مجتمعيه غريبه يعني. برضو بسمعها من جموع النساء يقول لي انا مش هودي طفلي يعيش مع مرات الاب، يعني هي مرات الاب بقت اشر من جوز الام يعني. فالموضوع يعني طب هو المشروع القانوني بيفصل في المساله سواء جوز الام او مرات الاب؟ لا 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 توجد مشكله في ترتيب الحضانه في هذا الموضوع. فندم الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي قاله المرأة التي حضرت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن هذا ابني وأن بطني كانت له وعاء، وإلى آخر الحديث فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أنت أحق به ما لم تنكح. جمهور العلماء اللي هو الإمام الشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة وابن حنبل قال تسقط الحضانة بزواج الأم حتى ولو يتم الدخول بها، حتى ولو يتم الدخول بها. يبقى إحنا لو كان الدين بالرأي لكن المسح على اسفل. طب معلش يا يعني انا بس عايز اسال الشرع نفسه. خليك بس معايا اتفضلي. احنا انا بس لازم اقول حاجه صغيره. بس عايز اقول لك اتفضلي. يعني في حاله مثلا بنتك انا قلت لك قبل الهوا فكر في صلاح، يمكن ربنا يكون لزق مراتك براجل محترم يربي لك يا فندم. وانا اللي شرعت انا اللي هلك يا هل على فكره انت ليه ماسك في الشرع بالمعنى الضيق؟ لا مش معنى ضيق ولا حاجه، الشرع بيطبق على حسب المقصود المقصود الشرعي منه. احنا لو سمحت اكمل بس كده، احنا عندنا خمس مخالفات شرعيه في القانون اللي موجود حاليا. اول حاجه مفيش حاجه اسمها رؤيه. طب يعني لو انت اللي اتجوزت تاخد منه؟ ايوه وولد ليه تاخد مني؟ هو ولد ازاي هيعيش مع مرات اب؟ لو ولد كبير ازاي هيعيش مع مرات اب؟ يعني ايه ولد كبير هيعيش مع ولد؟ ايوه احنا بنتكلم في شرع. هو ولد ما هو ولد ودي ست غريبه عنه وابنك بقى عنده 16 17 سنه. انت عارف ده معناه ايه؟ انك بتحط الام في خيار، لا اما تفضل طول عمرها معذبه وما تتجوزش وهو يتجوز حياتها. بس مش انت الرسول اللي قال انت احق به ما لن تنكح وما لن تنكح. يا سيدي يا سيدي انت الست اتجوزت راجل كويس والقاضي شايف ان ده راجل كويس. راجل كويس من جهه مين يا فندم؟ يا فندم من جهه بنتك هيحافظ لك عليها. الموضوع مش هيبقى حن على بنتي مني. ابسطك الموضوع يا فندم. ومين قال لك ان هو بديل؟ بالظبط انا هبقى حن. لا يعني ربنا نزل في قلبه وهو سبق ونزعها مني انا. يا فندم مامتها هتعمل لها كل حاجه، لكن مرات باباها ممكن لكن جوز امها مش هيعمل لها اي حاجه غير زي اللي ابوها يعملها لها. يا فندم ده ابوها. على فكره الدكتور محمد فؤاد في مشروع القانون بيقول لكم لا ده يمنع ولا ده يمنع. بالظبط احنا بنتكلم هنا على الموضوع سلطه تقديريه الا في حاله الارمل، هم دول اللي احنا حطيناهم ماده مخصوص لان انتقال الحضانه بهذا يا فندم لو الحضانه تنتقل بزواج الام يبقى الترتيب العمل ليه؟ لو الحضانه تنتقل بزواج الام يعني الام تزوج يعني انت ليك الحق ان انت تتجوز وهي الام مالهاش حق. انا بس اكمل كلام. لو الزواج لو الحضانه للام لو الام تزوجت الحضانه ما زالت مع الام يبقى الترتيب اللي موجود ده ملوش مكان بقى. يعني انت عشان هي ما تتجوزش هم بس بتتجوز كلها عايشه ودي يعني تتجوز تحرمها من بنتها؟ لا ما احرمهاش. في حاجه اسمها الحضانه ديت مش انتزاع ملكيه طفل،
الحضانه دي عباره عن رعايه مشتركه للاب والام. يا سيدي ما احنا بنقطع على ده. حضرتك اخدت الحديث الحديث قانون عشان ناس عابين الحديث يا فندم. في الحديث اللي رسول الله اذا كنتم ثلاثه يعني يا ريت يدفع اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى منكم اثنان دون الاخر. الشرع لما فرض قال ان الحضانه فقط عن يا ريت عمليه ولا بعد النبي النبي يعني يعني الراجل الصغير يا اما يا فندم احنا في حاله قدام حاله من اثنين يا اما الاب جوز الام الجديد ده بيحب الطفل الصغير ده والطفل الصغير ده غار على امه من جوز من جوزها الجديد ده ان انا ابوه اول اب يعني بنتك لو انت اتجوزت انت عندك عليك؟ بنتك لو اتجوزت انت واحده انا ما اتجوزتش لا ما اتجوزتش حد لا لو وهذا ليس عدل برضه ما هو ده انت برضه تظلم نفسك ليه يا فندم انا هو عايز يظلمها هي ما تتجوزش عشان تفضل الحضانه انا ما اظلمهاش هي تاخد حقها الشرعي وتتجوز زي ما هي عايزه شغلك انا هاخد كلمات انت هتقعد تسيب شغلك وتنزل شغلك احنا دلوقتي لان مصاريف بعمل قانون يعني يدينا المصلحه الفضلى للطفل في عده حاجات لازم نعملها. اول حاجه الامهات اللي بتسعى ورا يعني سرعه اجراءات التقاضي الموجوده في محاكم لحصول الام على النفقه ده مهم جدا. حاجه تانية التكافل والكرامه لابد من وزاره التضامن الاجتماعي تقف مع المطلقات وتعول فادمه بتعول في الدور 400 جنيه شهريه لا 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 يعني انا بتكلم على حاجه تلات بنك ناصر يقول لحد هسمع حاجه ختاما بس استاذ من حاجه يعني تمثل البنك هل في امد لفكره رفع السقف؟ طبعا يا فندم الموضوع وارد ويطرح في كل مجلس اداره احنا عاوزين نرفعه بس زي ما قلت لحضرتك احنا مش عاوزين نقف في وقت من الاوقات في سبيل ذلك احنا بندور على كل الحلول احنا عملنا برضو الصرف عن طريق المحمول للمستحقين الاي تي ام كل ده احنا عملناه كبنك بيقدم الخدمات كلام محترم جدا اللي سمعناه في الحلقه وبيبين قد ايه في بس محتاجين حوار مجتمعي في خلاف في خلاف مجتمعي محتاجين بقى بدل الخلاف المجتمعي ده محتاجين حوار مجتمعي محتاجين الاطراف كلها تيجي يعني تقعد على ترابيزه واحده. عندنا مشروع قانون مقدم وهو الحقيقه الوحيده داخل البرلمان الان صحيح سيتم طرح هذا المشروع للحوار المجتمعي واتمنى بدائل يعني انا برحب بحضراتكم لو شايفين راي مخالف للمشروع تواصلوا معايا واحضروا لان القانون الحالي لن يستمر. انا بشكر ضيوفي الاعزاء طبعا بس هقول نصيحه في حاجه اسمها قاعده في الحياه مش ما اسمهاش الاتفاق اسمها التوافق. حضرتك من ناحيتك شويه وحضرتك من ناحيتك شويه عشان نوصل لمساحه في النص مش لازم كل حاجة عايزه يتحقق ومش لازم كل حضرتك عايزاه يتحقق. فكروا في مبدا انساني. انا نفسي الابهات والامهات ينحوا كل خلافاتهم جانبا ما تاكلهاش النار عشان هيتجوز واحده تانية ولا تاكلوا النار عشان هي راحت سابته واتجوزت واحد تاني. فكروا في ابنائكم ثم ابنائكم ثم ابنائكم لانها نعمه كبيره. شكرا لكم بعد الفاصل المستمرين حول مشروع قانون متعلق بالجريمه الالكترونيه.